أكد وزير البترول طارق الملا أن تعاون وتكامل الجهود القائم بين وزارتي البترول والبيئة هو الأفضل على الإطلاق والأكثر فعالية، وأوضح الملا أنه تم الاتفاق على سرعة تشكيل مجموعة عمل من مسؤولي وخبراء الوزارتين للخروج برؤية مشتركة لما سيتم طرحه بشأن هذا الملف خلال جلسات مؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات في مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024. وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقد تصنيع مشترك لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية. يأتي ذلك بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يستهدف المشروع سد جزء من الفجوة المحلية في الطلب على المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية. بدلا من استيراد هذه الخامات من الخارج، احنا بنعتمد هنا على منتج بينتج في احدى شركات الذرة الوطنية هنا داخل مصر، وبناخذ هذا المنتج وبننقيه وبنحسن خواصه وصولا للمنتج النهائي الذي يستخدم في صناعات الأدوية والأشربة المختلفة. طبعا احنا صناعة الخامات بالذات هي صناعة بتتطلب الكثير من التكنولوجيا وطلب الكثير من الاستثمارات. عايزين نبدا، ولما هنبدا ان شاء الله بعملين، احنا واثقين ان احنا ما دام بدانا وخدنا الخطوه الشجاعه ان احنا نبدا هذا المشروع هننتهي زي ما قلنا التصنيع مرحلي، بعد كده نبدا بصناعه الخامات دي من منشاها الاصلي. وجدنا كل الدعم والمسانده من قبل كل قيادات الهيئه العربيه للتصنيع بهدف إظهار هذا المشروع القومي للنور، وهي بداية تعاون ليس في مادتي سوربيتول وجلسرول فقط، إن شاء الله بداية ونواة لمدينة الخامات الدوائية في مصر إن شاء الله. التقى وزير التنمية المحلية هشام أمنة عددا من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. جاء ذلك خلال زيارته لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل. وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة للشركات الألمانية والبافارية في السوق المصري، والذي يعد سوقا واحدا يتوسط 3 قارات ويمتلك مقومات ذاتية كبيرة في ظل عدد سكان يبلغ حوالي 106 ملايين نسمة. ولفت أمنا إلى أن مصر تعمل جاهدة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه دول الجوار خلال الفترة الحالية. عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع وزارة الاقتصاد الوطني المجرية في العاصمة بودابست، حيث تضمنت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والجوانب التنظيمية لتبني التقنيات الناشئة وتشجيع الشركات من كلا البلدين على التعاون في مجال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، ذلك بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات الرقمية تحفيز الابتكار الرقمي. وخلال اللقاء تم الاتفاق على تأطير التعاون المنشود في مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بين مصر والمجر، ذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أعلنت وزارة الزراعة فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ذلك بداية من أول شهر مارس القادم، حيث تم من قبل فتح السوق البرازيلية أمام الموالح والعنب والثوم المصري، بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي أمام الفراولة والتمور المصرية.
اختتمت بالأسكندرية فعاليات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل والإنتاج بمدارس التعليم الفنية. ونظمت فعاليات المؤتمر وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر وبمشاركة 15 محافظة. يهدف المؤتمر إلى تحفيز وتشجيع كافة طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني للانطلاق مباشرة عقب تخرجهم إلى الممارسات في المهن والحرف والتخصصات المطلوبة لسوق العمل والإنتاج، وأيضا من خلال إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد قرار مجموعة أوبك بلس الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 84% ليصل إلى 78.4 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% مسجلة 73.2 دولار للبرميل. في المقابل ارتفع أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 4% لتصل إلى 2.88 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 83% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وإلى الأسواق الخليجية، حيث أغلقت بورصة دبي على ارتفاع قبيل صدور بيانات أمريكية هامة بشأن توظيف تؤثر على الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة، فحين انخفض مؤشر أبو ظبي وارتفع مؤشر دبي الرئيسية بنسبة تقدر ب 2% مدعوما بقفزة 3.4% لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي. في المقابل انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنسبة تقدر ب 1% مواصلا خسائره للجلسة السابعة على التوالي. توقفت محطات الحافلات والترام في ألمانيا، وتعطلت حركة ملايين الركاب والمسافرين بعد إضراب 90,000 من العاملين في النقل للمطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد دعت نقابة فيردي العمالية في جميع الولايات الاتحادية إلى هذا الإضراب باستثناء بافاريا، ويعتبر هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في قطاع النقل في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. كما أعلن متحدث باسم النقابة أنهم أعلنوا الإضراب من أجل ظروف عمل ومستقبل أفضل في قطاع النقل العام.